ثانيا، ان الذي حصل خلال هذه السنة المباركة هو ما قلته خلال هذه السنة عدة مرات، والفضل لله سبحانه وحده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن اذا نظرنا الى الاسباب فقد فتحت افواه جماعة من الخطباء، قد يصلون الى 70 من خطباء الجمعة في الموعظة والإرشاد والترغيب والترهيب والتذكير بالأمور الدينية والفقهية بشكل يجب على الآخرين. مو كل موعظة هكذا واجب حضورها، صلاة الجمعة معناتها أنه يجب عليك أن تحضرها وتسمع الموعظة بشكل يجب على الآخرين حضورها والإصغاء إليها، وهذا مما لا يحدث في سائر المواعظ، إذ قد لا يتيسر لكثيرين مجرد الحضور وقد لا يستمعون الكلام، أما هنا فالاستماع واجب سبحان الله. وقد لا يستمعون الكلام إما عمدا أو غفلة في أي خطبة أو قصيدة أو تعزية أو حفلة وأنواعها وغيرها، بخلاف صلاة الجمعة. من هذه الناحية نظيفة من جميع الجهات، وتكون نتيجة ذلك هو زيادة الموعظة والتثقيف الديني والدخول إلى النفوس والقلوب. فحي الله خطباء الجمعة الذين جاهدوا وأصادوا، وحي الله الحاضرين المخلصين في كل مكان وزمان. وليس علي شكرهم، بل على الله الحليم الكريم.